امبارح أشدنا كثيرا 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 بطاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، كابتن محمود بنا وطاقمه المعاون حتى الطاقم الإماراتي في الفار، الكل أجاد في هذه المباراة. بعد المباراة بطبيعة الحال تسمع بقى الكلام اللي هو إيه؟ أصل فلان كان يستحق طرد، أصل فلان كان يستحق ضربة جزاء، أصل فلان كان المفروض كل الكلام اللي أنتوا بتسمعوه ده. أنا بس حتى وأنا كنت بتكلم مع أصدقائي هنا في الإعداء أو حتى أصدقائي بشكل عام، يا جماعة طب ما هو الحكام الأجانب كده، يا ما هو الحكم الأجنبي مش شرط يطلع 100% قراراته سليمة، دي ما بتحصلش حتى في الدوري الإنجليزي، ما بتحصلش حتى في نهائي كأس العالم وفي وجود الفار. مش بقول إنه لا نغلط عادي، بس الأخطاء واردة. أنا بالنسبة لي أشدت بطاقم التحكيم أمس، أنا لست خبير تحكيمي ولا أتحدث عن حالات تحكيمية، أنا أشدت بيه أنه خرج المباراة إلى بر الأمان بامتياز، ما حسيتش أن المباراة هيبقى فيها حتى المناوشات اللي حصلت والخناقات اللي حصلت في الملعب دي، قلت لكم من امبارح أنها بتحصل في كل حتة في العالم. غلط؟ آه طبعا غلط. مرفوض؟ آه طبعا مرفوض. حاجة مش مشرفة يعني؟ آه طبعا. كل شيء قوله، مش بقول أن اللقطة صحيحة، بس هي بتحصل بتحصل. قلت لك ده بيحصل في ريال مدريد، ماتش ريال مدريد وبرشلونه اللعيبه بتتخانق مع بعض. النهارده قبل ما ادخل على طول كان مباراه ريال مدريد واساسونا في نهائي كاس ملك اسبانيا، اللعيبه رايحه تتخانق مع فينيسيوس وفينيسيوس بيتخانق معاهم، وفي طبعا حاجات عنصريه انتوا عارفينها بتحصل مع فينيسيوس. كل ده بيحصل في كل ملاعب العالم، عشان بس احنا افورنا برضه فكره شوف احنا لما نروح الامام بنعمل ايه، ودي حاجه مش مشاركة. لا بتحصل خناق، حتى الناس هتبقى اللي فاهم كوره بيبقى فاهم ان الكلام ده بيحصل. عموما يعني أنا ألقيت التحية على الكابتن محمود البنا وطاقمه أمس، وأيضا أحييه مرة أخرى في وجود الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام معانا عبر الهاتف الآن. يا كابتن محمد صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. بخير يا كابتن، مساء طيبين وحضرتك طيب، مزيد من التوفيق للكرة المصرية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. شفت امبارح طاقم تحكيم مصري محترم يخرج بالمباراه الى بر الامان، مباراه كبيره هي نهائي كاس السوبر المصري، شفت المباراه ازاي تحكيميا بالتاكيد؟ لا مباراه كويسه جدا، وطاقم التحكيم كان على اعلى مستوى في هذه المباراه. بس خلينا ناخدك لحاجه طبعا بعيد خالص عن المباراه. اتفضل. لازم اشيد بيها. اتفضل. حاجتين بالظبط. اشيد الجانب الاماراتي اللي احنا شفناه هناك، استقبال الكره المصريه، مش عايز اقول مباراه ما بين الاهلي وبيراميدز، الكره المصريه عامه. الحاجه اللي بسطتني جدا ان انا حسيت هناك مدى قوه مصر ومدى وجود مصر وسط الدول العربيه، بالاشاده اللي احنا شفناها في الاجتماع الفني والمصريين وترحيبهم لاقامه هذه المباراه في دوله الامارات. فعلا مصر دوله عظيمه ودوله كبيره جدا، وشرف كبير ان احنا موجودين ومن مصر والطاقم المصري في الاجتماع الفني للمباراه. عظيم جدا. طاقم تحكيم مصري امس يدير المباراه بشكل جيد، وفي وقت احنا كنا دائما في هذه المباريات الكبيره نعتمد على اطقم حكام اجنبيه، هل اليوم او امس ثبت الحكم المصري اقدامه في المباريات الكبيره؟ دي طبعا المره الثانيه على التوالي، احنا يمكن خلال شهر كان عندنا نهائي كاس مصر جميل عمر، وبالامس كان السوبر المصري محمود البنا، بدا نجاح التحكيم المصري. خلي بالك نجاح التحكيم المصري يعود على الكره المصريه برضو، لان التحكيم عنصر اساسي لا يتجزا في منظومه كره القدم. طيب امبارح كان في لقطه لا اتحدث عن حالات تحكيميه، ولكن المناوشات اللي حصلت، هل الكابتن محمود البنا ارسل ذلك في تقريره للجنه الحكام؟ هل هناك عقوبات تصاعد؟ لا 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 معلش يا كابتن، كل ما يتعلق بالمباراه طبعا. اتفضل. أنا ما سمعتش يا فندم، معلش حضرتك ما سمعتكش، الصوت كان بعيد، أنا آسف. اتفضل. ألو. اتفضل يا كابتن محمد، أنا سامعك دلوقتي، اتفضل. ألو. اتفضل يا فندم، أنا سامع حضرتك، اتفضل. معلش أنا آسف، على الطريق راجع للأسف، أنا راجع بلسويف. ولا يهمك، أنت قلت لي مش حابب تتكلم على حاجة في المباراة امبارح، أنا سمعت صح؟ أنا طبعا يا كابتن لو في أي حاجة سواء حاجة سلبية هتبقى موجودة في التقرير طبعا، أكيد مش محتاجة كلام يعني. تمام، طيب، إحنا بنتكلم دلوقتي بعد مباراتين كبار في الكرة المصرية بأطقم تحكيم مصرية، هل ده هيبقى الأساس في باقي المباريات القادمة؟ بقى السؤال تاني معلش ما سمعتش. كابتن محمد، بعد ما تألق التحكيم المصري في مباريات كبيرة في كرة القدم المصرية، هل سيتم الإبقاء على الحكم المصري في المباريات الكبيرة في المستقبل، ولا ممكن نشوف حكم أجنبي أو أطقم تحكيم أجنبي مرة؟ كابتن أكيد يعني طول ما أنت بتنجح تمشي خطوة، مش هتستنى عشان ترجع تاني لورا تاني يعني.
لازم تكمل بنجاح على طول. يعني احنا مشينا مش خطوه، مشينا اكثر من خطوه كلها فيها نجاحات للتحكيم المصري. يعني مش لازم نركز ورا، لازم نكمل لقدام ان شاء الله، يكون التحكيم المصري موجود وقوه في الماتشات الكبيره. بعض الناس كتبت اخبار النهارده وكلام على كمان على السوشيال ميديا انه الفار كان معطل في هذه المباراه، مباراه السوبر. هل هذا الكلام صحيح يا فندم؟ الو كابتن محمد، سامعني كويس؟ الصوت بيجي، الصوت بيروح. طيب بعض الناس كتبت اخبار النهارده انه الفار كان معطل اثناء مباراه السوبر، هل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا يا كابتن، الفار كان موجود في المباراه طبعا، بس كان ممثل في دوله الامارات. الطاقم التحكيم كان اماراتي بس الفار كان شغال، ما فيهوش مشكله ولا اي حاجه. كان الفار شغال والايفار كان شغال والحكم الرابع كان موجود والثلاثه كانوا من الامارات. ما كانش فيه اي ازمه من هذا النوع عشان لا 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 الكلام ده طرد النهارده. طيب كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وتوصل بالسلامه ان شاء الله. طيب